صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى عن المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله وبين قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر؟ المشركون أنواع، منهم من يؤمن بالله لكن يشرك به، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيؤمن به في توحيد الربوبية ويشرك به في توحيد الألوهية. ومنهم الملحد الذي لا يؤمن بالله أصلا، دهري، منهم الدهري والملحد، وهو الذي ذكره الله أنه يقول ما يهلكنا إلا الدهر، دهرية. نعم.